أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن فكرة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس يعود لعام 2019 لتوفير أموال للهيئة، مؤكدا أن الهدف من الصندوق هو مواجهة الأزمات والطوارئ والدخول في مشروعات عملاقة. وشدد ربيع على أن لمصر السيادة المطلقة على القناة بحق الدستور، وأن الدولة ملتزمة بحمايتها والحفاظ عليها. واهتمامهم واصرارهم على نجاح هذا المشروع، ان احنا نستمر دايما متقدمين، ان احنا دايما نحقق نجاحات قناه السويس اللي احنا لينا السياده عليها وللمصريين السياده عليها بحق الدستور. خلينا نستعرض كده نص الدستور ماده 43 بيقول ايه في الدستور: تلتزم الدوله بحمايه قناه السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها مبرا مائيا دوليا مملوكا لها مملوكا لمصر، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً.